مرحبا بكم من جديد يا أطفال الجميلون. هل أنتم مستعدون لحصة يوم الاثنين؟ أحسنتم، أنتم كما عهدناكم طلاب مجتهدون. هيا بنا لننتقل إلى حصة القراءة والتدريب على درس زيارة العقبة. افتح كتابك صفحة 46. سأبدأ بالقراءة وأترك لكم مجالاً للإعادة من ورائي. لا حاجة لأن تطفئ الفيديو الآن. هيا بنا، سأقرأ مرة وأنت تعيد معي مرة أخرى. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا نبدأ. هل فتحت كتابك في صفحة 46؟ هيا بنا. زيارة العقبة. سافرت أسرة مازن إلى العقبة. سافرت أسرة مازن إلى العقبة. نزلت الأسرة، إلى الشاطئ. لعب مازن ورامي بالكرة. لعبت مريم تحت شجرة النخيل وبنت بيتا صغيرا من الرمل. تحت شجرة النخيل وبنت بيتا صغيرا من الرمل. جلس الوالدان على مقعد من خشب. نظرت أم مازن إلى البحر وقالت: ما أجمل هذه الطبيعة. فالبحر واسع، والمياه زرقاء، والهواء عليل. ركبت الأسرة القارب الزجاجي. وشاهدت الأسماك الملونة. المرجان في البحر. سمعت مريم صوتا عاليا فشعرت بالخوف. قال أبوها: هذا صوت البواخر التي تحمل البضائع. وتنقل الركاب. لقد كنت طالبا مبدعا. أعد. أحسنت يا بطل.
أعد قراءة هذا الدرس كل لأنك طالب نشيط فقط، أعد قراءته 5 مرات، والآن سأتبع عن الكتاب في صفحة 46 واقرأ بشكل جيد، وسمعي له يا ماما ودربيه على قراءة الكلمات الصعبة. هيا إلى اللقاء، انتهت حصة يوم الاثنين وهي بعنوان التدريب على القراءة لدرس زيارة العقبة. افتح كتابك صفحة 46 وتدرب على الكتابة. نلقاكم غدا بحصة القراءة التفسيرية وكتابة المعاني. لا تنسى تصدير دفتر المعاني لتكون جاهزا يا بطل.